الحمد لله الحمد لله يؤتي الملك من يشاء. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين آزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أيها الإخوة المؤمنون، فشرع الله متى ساد المجتمع إلا وعاش أفراده في استقرار واطمئنان، ولذلك أوجب الله عز وجل العمل بما يجعل الناس في استقرار وأمان، وجعل الإمامة العظمى في الأرض واجب ديني. قال الله تعالى لداود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فتحقيق العدل والحق في الأرض يكون بالإمام الأعظم، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودفع الظلم عن الناس وتحقيق العدل في الأرض لا يكون إلا بوجود الإمام الأعظم. فالبشرية إذا لم يكن لها من يرعاها تعيش في فوضى. فالناس إذا عاشوا بلا إمام يعيشون في خوف، فالقوي يأكل الضعيف، ويسود قانون الغاب على البشرية. لذلك الإنسان اجتماعي مدني بطبعه في كل زمان ومكان. لذلكم النبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا الأمر حتى بين الثلاثة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم أو ليجعلوا عليهم أميرا، لتوحيد الكلمة وجمع الصف، لأن بجمع الصف تكون القوة. الله عز وجل أمرنا بأن نجتمع على الكلمة الواحدة، وأعظم الكلمة الواحدة أن نجتمع على الدين، على الإسلام. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بكتاب الله، اعتصموا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم العيش تحت إمرة المؤمنين. لذا الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.